أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بعد عام دراسي حمل في طياته الكثير من ما حصل للعملية التعليمية نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب بلدنا الحبيب سوريا في عدد من المحافظات، وما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض مدراء التربية أنه تم تعويض الفاقد التعليمي للعديد من الطلاب، والبعض الآخر لم يقدموا الامتحانات الانتقالية في الأرياف، وتم التواصل لتعويض الفاقد التعليمي إضافة إلى تعديل في جدول الامتحانات، وبالتالي عبء كبير يقع اليوم على عاتق وزارة التربية بين تأمين المطلوب ومراعاة الطلاب وخاصة الذين تهدمت بيوتهم. كيف استعدت وزارة التربية بكل مديرياتها للامتحانات لهذا العام؟ ماذا عن الأسئلة وخوف الأهل والطلاب الدائم من العملية الامتحانية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم في برنامج المواطن والمسؤول مع الدكتور دارم الطباع وزير التربية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك، وبدي نوه أيضا معالي الوزير، نحن الآن على هوا الفضائية التربوية والفضائية وأيضا المحلية السورية، طبعا بيسعدنا وجود حضرتك ودائما تلبي دعوتنا للحضور، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا سعادة الوزير، يعني منذ الإعلان عن الحلقة لم تتوقف الأسئلة، طبعا دائما هذه الهواجس الموجودة عند الأهالي والطلاب، خوف وقلق ورهبة للحالة الامتحانية بشكل عام، فما بالك يعني بكل ما يجري الآن من الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره اللي أصبحت العديد من الشائعات، يعني دائما بيقولوا ممكن هاي الأسئلة السنة تجي سهلة لأنه الطلاب كان في عندهم مشاكل العلاقة بالزلزال، انتقالات من بيوت وغيرها، شو فينا بداية نطمن الأهالي؟ هلا بالتأكيد أول شغلة يجب أن يشعر جميع المواطنين أن وزارة التربية إلى جانبهم، وهي تشعر بهموم كل طالب وكل معلم وكل مربي. نعم. يعني وزارة التربية ليس هدفها فقط أن تثير القلق لدى الأهالي أو أن تقوم باستنزاف الطلاب أو أن تقوم بإزعاج المعلمين، هدف وزارة التربية أن تؤمن بيئة هادئة سليمة مناسبة للجميع بشكل أن تتم العملية التربوية وفق الأسس التي يجب أن تكون عليها. ما هو الهدف من العملية التربوية؟ الهدف هو إعداد طالب قادر على الخروج إلى سوق العمل أو متابعة دراسته الأكاديمية بالشكل الأمثل. بالتأكيد هذا الهدف نحن عملنا على تحقيقه رغم كل الظروف التي مررنا بها. بالتأكيد كانت كارثة الزلزال كارثة كبيرة جدا، لكن بفضل خبراتنا المتراكمة نتيجة الحرب ونتيجة الكورونا ونتيجة الظروف الكثيرة اللي مر بها القطر، كان لدينا تجربة كبيرة جدا وجهود هائلة كما تعودنا من معلمينا، من خلالها تم تفادي هذه المشكلة وتجاوزها، وإن شاء الله نحن اليوم بمرحلة متقدمة عم تلاحظي تماما الانفراجات في كل مجال، وبالتأكيد في مجال التربية كمان الانفراج موجود، فلا حدا يرتعب من الأهالي ولا حدا يرتعب من الطلاب. العملية الامتحانية هي تحصيل حاصل، طالما قاموا خلال العام بدورهم وفي أعوام سابقة بالتأكيد لن يكون هذا العام مزعجا لأي أحد، بالعكس نحن سنراعي كل رغبات الطلاب. وأريد أن أطمئن حتى طلاب الشهادات أن من يضع الأسئلة لهم هم معلمين كانوا معهم خلال العام الدراسي، وقسم كبير منهم من المناطق التي تعرضت للزلزال، وبالتالي لن يقوموا بوضع أسئلة لا تليق بمستوى طلابهم. جميل. فيكونوا كتير مطمئنين وإن شاء الله تتم العملية الامتحانية على أحسن ما يمكن. بدي أرجع لموضوع الفاقد التعليمي بموضوع المدارس الانتقالية. نحن توجهنا منذ بداية الأزمة إلى فصل الطلاب إلى قسمين، القسم اللي هن الشهادات مباشرة مدراء التربية قاموا بتأمين كل مستلزمات استمرار العملية التعليمية للشهادات، وبينما المدارس اللي حولت إلى مراكز إيواء حاولنا قدر الإمكان نستوعب كل الطلاب في مدارس أخرى ونقوم بعمليات تعويض فاقد تعليمي. بقي لدينا حوالي 1000 طالب في اللاذقية هن اللي صار عندهم فاقد تعليمي، اتفقنا مع مديرية التربية ومع محافظة اللاذقية بإقامة دورة بعد الامتحانات لمدة شهر لهؤلاء الطلاب وإجراء امتحان لهم، وإن شاء الله ستكون نتائجهم مرضية لهم وفق إن شاء الله
الاجراءات اللي اتخذناها. يعني الامتحانات حتكون بعد لطلاب الانتقالي في فقط بمناطق اللاذقيه اتفقنا مع المنظمات الدوليه ومع مديريه التربيه باقامه دورات لمده شهر تعويض الفاقد التعليمي واجراء الامتحان الانتقالي لهؤلاء الطلاب لكي لا يكون هناك اي فاقد تعليمي للعام القادم. هلا موضوع الشهادات، نحن بالتاكيد اجلنا الامتحانات لستة شهر وسبعة شهر، الطلاب كلهم مستعدين اليوم حتى لا يكون هناك اي حجه لاي طالب. بدانا ببرامج اسبوعين على الفضائيه التربويه واسبوعين على المنصات التربويه، واليوم بامكانهم يطلعوا على موقع وزاره التربيه. بدانا الان بالاعلان عن دورات الامتحانيه للفضائية التربوية، وغدا إن شاء الله سنعلن دورات الامتحانية على المنصات التربوية الخمسة. جميل. وهي تغطي كل احتياجات الطلاب، أي سؤال موجود لديهم ليسوا بحاجة إلى سؤال أي أستاذ خصوصي، بإمكانهم يطرحوا مباشرة عن طريق الهواتف اللي وضعناها مع الأخصائيين يعني المتخصصين بالإجابة على أسئلة الشهادات. قادرين يردوا على كل هذا الكم طبعاً من الأسئلة؟ طبعا نحن لدينا آليتين، الندوة الامتحانية في هواتف مباشرة بإمكانهم يتواصلوا فيها، وإذا لم يتمكنوا بإمكانهم عن طريق المنصات. أي سؤال يطرح على المنصة سيتم الإجابة عليه خلال 12 ساعة. جميل. من قبل مجموعة من الخبراء المختصين، وسيبقى السؤال متاح للجميع، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لأنه الطالب يرتبك أو يحتاج إلى يروح لدورة امتحانية. كل شيء مؤمن عن طريق مجاني عن طريق منصات والفضائية التربوية في وزارة التربية. فقط للتأكيد، يعني شهادة الثانوية العامة ستكون في 7 أشهر وشهادة التعليم الأساسي في 8 أشهر، يعني نحن 7 و8 مو 6 و7. هلا البرنامج طلع وموزع، ما بدي بالتأكيد وفق البرنامج اللي وضعناه ووزعناه، ما في أي اختلاف فيه. وهذا البرنامج واضح تماما وراعينا فيه حتى الفترات وفق رغبتهم يعني. تماما، نحن حنحكي عن هذه. وكان فقط آخر يوم أنه ممكن يكون عيد الأضحى، هلأ تقريبا ثبت أنه سيكون إن شاء الله بعدها. إذا صار أي شيء ممكن نعلم طلابنا، لكن من حيث المبدأ نحن مستعدين إن شاء الله للابتداء بالأوقات اللي أعلناها، ما في أي تغيير فيها. هلأ أيضا تمت مثل ما تفضلت حضرتك معالي الوزير دراسة المدد الزمنية التي تفصل بين مادة وأخرى، وبالتالي قادر هذا الطالب في هذه الأيام يعني أو ممكن يكون يومين أو أكثر أحيانا أنه يكون هناك مراجعة كاملة للمادة وفق المتبع بكل سنوات. يعني هذه السنة لا تختلف عن السنوات السابقة. طرحنا أول شيء أن نقوم بتقليل مدة الامتحان، لقينا ما في رغبة عند الطلاب، رجعنا وسعنا المدة بشكل أن تكون وفق ما هو متبع بالسنوات السابقة، فما في أي مشكلة عند طلابنا. يعني لم يختلف البرنامج عن السنوات السابقة. طيب الآن يعني دائما بنسمع من الطلاب وخاصة ضمن هذه الظروف، حضرتك تحدثت أنه يعني هذه الظروف عطتنا خبرة ونتيجة للتعامل مع يعني الحالات الغير طبيعية بعد حرب 13 سنة وغيرها. الآن يعني دائما في هناك معاناة بموضوع المراكز الامتحانية، آلية الوصول، تعرف حضرتك أحيانا في مشاكل حقيقة بموضوع المواصلات وغيرها، فبالتالي نحن قادرين ناخذ بعين الاعتبار مثل هذه المشكلات، شو لها حلول؟ هلا لك بكل صراحة، نحن نتمنى أن يكون لدينا مراكز امتحانية في كل بيت، لكن حتى تطاع أطلب المستطاع. صحيح. عندما أقول أن أعلنت وزارة التربية عن 5189 مركز امتحاني، هذا يعني أنني سأؤمن لهذه المراكز مراقبين وآليات لنقل الأسئلة وأوراق الطباعة. صحيح. ومستخدمين و تخيلي على مساحة القطر 5000 مركز امتحاني وتجهيزاته. نحن نتمنى لو كان لدينا القدرة والإمكانيات أن نقيم 10000 أو 15000، لكن ضمن الإمكانيات المتاحة هذا أكبر عدد يمكن أن نصل له. هلأ راعينا كمان بعض المناطق غير قادرين على أن نؤمن فيها، حتى لو أمننا هذا المركز ووسائل النقل، لكن غير قادرين نأمن مراقبين. يعني بالامتحانات لا يجوز أن يكون المراقب من نفس القرية أو من نفس المنطقة. نعم. هذا بده يخلق يعني ابن عمه وابن أخوه عم يقوم عم يراقبه. فنحن الأماكن اللي استطعنا أن نقوم فيها بالتبادل بين المعلمين أمنا لهم. كان لدينا مشكلة في إحدى المناطق اللي وعدوا السنة الماضية بأن يتم تأمين وسائل نقل للمعلمين ولم يقوموا بتأمينها، فألغينا المركز بجيرود نتيجة معاناة الأهل وتصميم سيد محافظ وقيادة فرع الحزب.
انه هالمنطقه هي خلص نتعهد بتامينها، والسنه في عندنا وعد من محافظ ريف دمشق ان تكون امتحانات ريف دمشق مميزه على مستوى سوريا. نحن على الوعد سياده المحافظ، وان شاء الله يعني إن شاء الله. هذا الامر سيكون فعلا قفزه نوعيه في مجال الامتحانات. شو ممكن يكون الجديد فيهم؟ يعني الجديد اولا ضبط المراكز الامتحانيه، تامين كل مستلزماتها، وانا بعرف انه كل المحافظين قاموا باجتماعات صحيح. موسعه، حتى وزاره الداخليه كان هناك اجتماع امبارحه او اول امبارحه، ودرسوا كل الامكانيات، وضعوا كل الامكانيات لتسهيل العمل. سيد رئيس الحكومه في جلسه الحكومه السابقه وجه بان تكون الامتحانات اولويه، وكل وزارات الدوله تقوم بتامين كل مستلزمات العمليه الامتحانيه. يعني ان شاء الله نحن السنه هي لن نمر باي مشكله، وستكون هذه الامتحانات على سوية عالية. بالمقابل كان هناك اجتماع امبارحة مع اللجان الامتحانية ومدراء التربية، وأيضا كان في اجتماع هيئة مكتب التربية، ووجهنا جميعا توجه الدولة أول شيء ضبط العملية الامتحانية، منع الغش الامتحاني، تسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى المراكز الامتحانية، تسهيل عملية إجراء الامتحانات بتأمين بيئة سليمة. وضعنا قواعد لدخول المراقبين والمفتشين والمندوبين، كل هذه الأمور تم وضعها بشكل سليم. وطبعا كلف بكل محافظة مدير التربية أن يكون هو مدير الامتحانات المباشر، وستتم مساءلته في حال لم ينجز عمله بالشكل المطلوب أو صار هناك خلل في العملية الامتحانية. بحلقة سابقة معالي الوزير طلبنا من حضرتك أنه يكون في يعني أعطاء للطالب دقائق يعني لحتى لو تأخر أنه يقدر يلتحق ب يعني بصفه يعني غرفة الامتحانات، وحضرتك عطيتنا وقت 10 دقائق. ما زال هذا الموضوع حتى هلا هذه لا تعطى من الوزير، هي قانون. التأخير يمكن أن يلغي امتحانه للطالب، عليه أن يكون قبل بربع ساعة. هلا كان في السنوات السابقة في مشاكل، في ظروف غير طبيعية، السنة ما في أي مشكلة، الطالب لازم يكون مجهز، يكون قبل بوقت أمام مبنى الامتحانات ويدخل إلى قاعته الامتحانية. نحن ما بدنا نخلي الاستثناء يصير قاعدة. صحيح. تماما. نأمل من كل طلابنا يفيقوا بكير، يغسلوا وشهم، أكيد يعني مثل هذا اليوم، ويشربوا كاسة مي، وياكلوا هيك لقمة خفيفة، ويجوا على الامتحانات معهم القلم المعتمد، ومتأكدين بأنه كل العملية الامتحانية. بالتأكيد الطالب هذا مستقبله، يعني الطالب بده يجي متأخر وظروف صارت معه، بالتأكيد في شوية إهمال منه من أهله، هذه مرة تحدث في العام، فيجب أن تكون كل أنا بتذكر وقت كنا بكالوريا أو تاسع ما ننام بالليل، ونفق من الصبح ونظبط حالنا ونصير نشوف الوقت وامتى حالة من التوتر اكيد يعني موجودة. يعني لازم كمان طالب يكون مهتم، لكن يعني ممكن تكون يعني حالة من روح القانون معالي الوزير، يعني توجيهات بحالات استثنائية. هلا تأخر دقيقة لظرف معين، رئيس القاعة معه التعليمات اللي بينفذها، فما بدنا نقول هذه قاعدة. طيب خلينا نشوف أكثر عن سير التحضيرات للعملية الامتحانية. حيكون معنا عدة تقارير من مختلف المحافظات السورية، ورح نبدأ من محافظة طرطوس مع زميلتنا هبة محمد عن التحضيرات والنعودة. طلاب وطالبات يستلمن البطاقات الامتحانية لمعرفة مراكزهم قبل بدايات امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي. محافظة طرطوس تجهيزات واستعدادات تامة للبدء بالعملية الامتحانية في موعدها المحدد. مديرية التربية ومنذ زمن بعيد بدأت العمل بإطار تحضير لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. طبعاً الآن وصلنا إلى خواتيم الأعمال المطلوبة، نحن في اللحظات الأخيرة أو الأعمال الأخيرة واختتام هذه الأعمال في إطار أن تكون امتحاناتنا كالعادة مميزة وتتكلل بنجاح وتفوق أبنائنا الطلاب على مستوى القطر. طبعا نحن الآن تم توزيع الطلاب على المراكز، لدينا 310 مراكز ممتدة في إطار مراكز المدن وأيضا في الريف القريب ضمن روائز محددة تم إحداث المراكز الامتحانية فيها اعتمادا على عدد الطلاب في هذا المركز وأيضا البعد عن أقرب مركز. كنا حريصين على تحقيق الأريحية لأبنائنا في هذه المراكز من خلال تواجدهم في مراكز قريبة من أماكن سكنهم. أيضا تم توزيع التكاليف لزملائنا المعلمين، وأيضا حققنا
أريحية إلى حد كبير. كان هناك رائز أساسي ألا يراقب المعلم أو المدرس على طلابه أو بيئته الجغرافية. ضمن هذا الإطار تم توزيع التكاليف، أيضا مستلزمات العملية الامتحانية من أوراق بيضاء، من أوراق امتحانية تم استكمالها وتختيمها، وهناك لجان تعمل حقيقة ليلا نهار في سبيل إنجاز المطلوب بالزمن المحدد ووفق البرنامج الموضوع لهذه الغاية. عدد الطلاب 35641 طالب وطالبة موزعين على 310 مراكز امتحانية. تم تجهيز البطاقات الامتحانية للطلاب النظاميين، تم توزيعها على المدارس ليتم تدقيقها وتوزيعها أصولا وفق تعليمات الوزارة. أما الطلاب الأحرار تم توزيعهم بمراكز ديفاز بدائرة الامتحانات وبمراكز بمدارس قريبة لتخفيف الازدحام على الطلاب. نحن مخلص امتحاناتنا الانتقالية، منسلم نجهز المراكز للامتحانات العامة، منقوم بتنظيفها وتجهيزها وبتستلم منا دائرة الامتحانات للمراكز كاملة، وبعدين بيجوا رؤساء مراكز جدد بيقوموا بمسؤوليات بالامتحانات. آمال من الطلاب والأهالي بتأمين أجواء هادئة للطلاب في الامتحانات. جاي أخذ بطاقة التقديم للبكالوريا، ومتمنى هيك تكون، يعني أنه تكون هي الأسئلة أكيد رح تكون شاملة يعني، بس بتمنى هيك يكون الوضع مريح للطلاب من جميع النواحي، يعني لأنه نحن الوضع اللي مرينا فيه من بشهر الزلزال وهيك ما نو سهل، وإن شاء الله هيك بالتوفيق لكل الطلاب. شاملة بس عادي، ما إنه حسب ما فهمنا إنه جايين الأسئلة ما أنا كتير صعبة، عادي إن شاء الله تكون الأسئلة سهلة والله يوفق الجميع، تكون سهلة وتراعي كل المستويات. نحن الأحرار يعني بس شوي غضوا نظر عنا أنه هيك مشان يسهلونا، يعني طالب من أي حركة من أي شيء بتوتر، فمتمنى المراقبين يكونوا أخوات وأهل للطلاب. تحضيرات هلأ عم يدرسوا، والأسئلة إن شاء الله تكون سهلة وإن شاء الله بينجحوا كل الطلاب. الأسئلة مليحة موضوعية هيك سهلة، مثل المراقبة تكون مليحة. 310 مراكز امتحانية موزعة في طرطوس ريفا ومدينة، وتجهيز جميع مستلزمات العملية الامتحانية لتأمين الأجواء المناسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. تابعنا مع عليك هذا التقرير، ودائما يعني امنيات الاهالي والطلاب وغيره انه تكون الاسئله سهله، ويعني ودائما في حاله مدروسه من الاسئله بتختبر كل المستويات للطلاب. فينا نحكي شوي كيف بتم هذا الموضوع؟ طبعا هلا حكي الطلاب يدل على انهم دارسين منيح، مو دارسين منيح بيقولوا الاسئله صعبه. فطالما دارسين منيح وعرفانين تماما انه كيف نمط الاسئله، نحن من اكثر من سنتين بدأنا بتغيير نمط الأسئلة بأن نوزع هذه الأسئلة حسب مهارات الطلاب. في عندنا مهارات تفكير أساسي اللي هي فهم والحفظ، وهي لا تتجاوز يعني على الأكثر 30-40%، بيبقى 60% مهارات تفكير ناقد، وهذا بيحبوه الطلاب كثير. هو ما له حفظ، ما له بصم، هو استنتاج. أنت من خلال قراءاتك، من خلال 12 سنة اللي دارستيها، كيف تنظرين إلى هذا الأمر وتحللينه بشكل علمي؟ وبالتالي بينبص الطالب بهذا السؤال. بالتأكيد لدينا مركز قياس والتقويم التربوي، خلال العام الماضي قمنا بدورات متعددة للمدربين للموجهين وللمدرسين على آليات وضع الأسئلة في هذا الاتجاه. واليوم نحن وقت نضع الأسئلة بنحط قدامنا هذه المهارات، بنقول يجب أن نحقق من خلال الأسئلة جميع هذه المهارات التي يمكن للطالب أن يحققها. وبالتالي السهولة والصعوبة بأنه أنا إذا طبقت هذه المهارات بالحد الأدنى من المعرفة بتكون الأسئلة سهلة، إذا ضفت لها معرفة كبيرة ونسبة فهم وحفظ كبيرة بيجوا الطلاب إلى أصعبة. هون نحن المجال اللي منتدخل فيه، بنقول طالما السنة كانت كبيسة وفي إشكالات سنحقق جميع المهارات المطلوبة للطالب، لكن سنخفف عليه يعني أمور أن يكون مثلا من الغلاف للغلاف، تكون الأسئلة كلها بدها يرجع يستذكر ما قرأه خلال العام، وبالتالي إن شاء الله ستكون نتائج الطلاب مقبولة. هلأ بالمعدل العام نحن بنقول عندما تكون نسبة نجاح فوق 60% معناتها الأسئلة مقبولة وتناسب فعلا الحالة الدراسية للطالب. جميل.
بإحدى الحلقات السابقة وحضرتك أيضا كنت ضيفنا، يعني كان أول سؤال في اللقاء عن موضوع الأسئلة الاستنتاجية اللي كانت يعني تشكلت تخوف كبير عند الأهالي والطلاب يمكن السنة الماضية، هذا الكلام أنه يعني، وكان في سيدة من طرطوس علقت حضرتك عليها أكيد أنه يعني من شو نحن بدنا نخاف، ما هي حالة أحيانا ممكن تكون مساعدة للطلاب. بعد تقريبا تطبيق هذا الموضوع كيف كانت النتائج معالي الوزير؟ ممتازة جدا، ونحن عم نلاحظ عندما نرصد في نهاية كل عام يقوم مركز القياس والتقويم بتقييم الأسئلة والإجابات، عم نلاحظ كل ما تطورنا في أدائنا في العملية التربوية عم تتناقص قدرة الطلاب على التوجه إلى الأسئلة اللي بحاجة لحفظية، عم يحب أكثر الأسئلة الاستنتاجية، وبالتالي قدرة الطالب وكفاءة الطالب عم تكون أحسن. يعني حتى مبارحة أحد الأساتذة الجامعيين كان عم يقول لي نحن لاحظنا فرق كبير في مستوى الخريج اللي عم يجي لعنا، كان يجي لعنا طالب البكالوريا ومهاراته التعليمية قليلة جدا، حافظ كتير لكنه لا يستطيع أن يقوم بأي عمل. اليوم الطلاب لديهم مهارات كبيرة جدا وخصوصا مهارة التعلم، يعني مجرد ما دخل للجامعة صار عنده قدرة أن يستنبط هو المعلومات اللي بيفيدها من خلال مهاراته هو وليست مهارات المدرس، وهذه ناحية إيجابية كتير. فإن شاء الله الأمور تسير بشكل جيد. إضافة لهالشيء حتى ما نقول بس المدارس، كمان هم الطلاب هذا الجيل هو جيل رقمي تمام. يعني اليوم قادر هو على استنباط المعارف والمهارات اللي بيريدها من خلال كل وسائل التواصل اللي أصبح جزء من حياته. صحيح. وهذا شيء إيجابي كتير ويميز سوريا. بالمؤتمرات الأخيرة اللي عم نقوم فيها هناك من كل دول العربية نوع من التركيز على أهمية التطور الحاصل في المجال التربوي في سوريا رغم الظروف اللي عاش السوري. وهلا بحكي لك على شغلة كتير حلوة ستكون هي محور عنوان مشاركتنا التربوية هذا العام في المؤتمرات الدولية إن شاء الله. كان السابق هو موضوع التحول الرقمي اللي كنا نحن عم نحاول يكون نعم. يعني وإلنا وجود فيه على مستوى العالم، إن شاء الله نكون قدرنا نحقق هاي المعادلة. لكن حضرتك لفتت لنقطة جدا هامة الآن، يعني أكيد بتوافقني الرأي أنه يعني الأجيال اختلفت وقت كنا نحن أيام المدارس والحفظ والجامعات وغيرها، الآن أولادنا مختلفين مثل ما تفضلت حضرتك، واحدة من هذه الأساليب هي موضوع التكنولوجيا. فبالتالي ألم يعني برأي حضرتك أنه لازم يكون حتى أسلوب الامتحان اختلف؟ يعني إلى الآن نحن عم نحاول أنه يكون موضوع من الجلدة للجلدة، الكتاب بشكل كامل، الثانوية العامة هي التي تحدد مستقبل الطالب، علما أنه بكل دول الجوار هذا الموضوع اختلف حتى يعني على مستوى الدول العربية البسيطة. فبالتالي أنت نحن قادرين نحقق نقلة نوعية بهذا الكلام؟ هلأ بالتأكيد أنا باعتقادي هذا العام هو عام مفصلي. نحن في السنوات السابقة كان بإمكاننا ننتقل لو كان لدينا موارد متاحة ضمن الظروف الاقتصادية اللي كانت عم تعيشها سوريا. انتقال إلى التحول الرقمي الكامل يعني شبه معجزة. سوريا لا تزال ملتزمة بمجانية التعليم، سوريا لا تزال تؤمن جميع الكتب مجانا تقريبا، الدراسة لا تكلف الطالب أي شيء. صحيح. حتى الآن كل شيء ازدادت أسعاره في سوريا ما عدا التعليم، حتى النشاط المدرسي لساته 80 ليرة ب 100 ليرة ولم نقم بزيادته ليرة واحدة. السبب في ذلك أنه نؤمن نحن بأنه التعليم هو أهم واجب على الحكومة، أهم واجب على الحكومة. عندما أقوم بتأمين قدرات بشرية أنا أضمن أن المستقبل سيكون باتجاه إيجابي. هلأ الأمر الآخر في هذا العام هذه الانفراجات يجب أن تنعكس على التعليم. هذا الشيء اللي حكيت حضرتك عنه يعني بداية نحن خططنا اللي كنا واضعين سابقا، خلينا نحكي معالي الوزير الخطط اللي كنا واضعين يجب أن نبدأ بتنفيذها، وستكون إن شاء الله أول شيء على مرحلة تجريب. يعني نحن لدينا الآن 47 مدرسة متفوقين، سنبدأ بإدراج صفوف بوسائط متعددة بالصفوف السابع، وأيضا سنبدأ بمسارات. يعني سيكون هناك في المستقبل ربط لقيمة تقييمية تراكمية. كيف يعني؟ يعني اليوم لا يجوز أن يصل الطالب إلى الصف التاسع بعد كل هذه السنوات من الدراسة ويكون الفحص هالعشرة أيام هن اللي بيقيموا، لازم يكون في شيء بالسابع
والثامن والتاسع بالفصل الأول، ويأتي الفصل الثاني ليكمل هذه السنوات. نفس الشيء بالنسبة للعاشر والحادي عشر والبكالوريا، بشكل أن تكون العلامة النهائية لها قيمة لكن لا تتجاوز 50%، بينما 50% الأخرى هي عملية تراكمية للسنوات التي تسبقها. هذا الشيء يحتاج إلى أن نبدأ من الصف السابع والصف العاشر، لا يجوز أن نطبق مباشرة على البكالوريا. هلأ نحن نعمل على هذا المجال اليوم إن شاء الله ضمن هذه الانفراجات. أول شيء الناحية الاقتصادية نحن متوقعين إن شاء الله أنه يكون الوضع الاقتصادي أفضل. ثاني شيء نحن أصبحنا الآن متاح لنا التحرك في المجال العربي وفي المجال العالمي. اليوم عودتنا إلى الجامعة العربية، بالتأكيد خبراتنا ستفيد الجامعة العربية، ستحسن من قدرة المعلم. نحن سنوات طويلة لم يستطع المعلم أن يذهب كما هي العادة لإعطاء خبراته في الدول العربية. نحن نعرف معلمين كانوا ينتشروا من المغرب إلى الخليج إلى كل الدول العربية، نتيجة الظروف اللي مرت فيها سوريا تراجع هذا الدور، نأمل أنه يرجع. وهذا سيدعم. العقوبات يعني إلى علاقة بهذا الموضوع؟ هي مو العقوبات، هي الحرب بحد ذاتها، ويعني انعزالنا ضمن مجتمعنا العربي، وهجرة العديد من المعلمين خارج الوطن العربي. يعني وظروف حرب، يعني ظروف حرب. اليوم كل الناس متفائلة خيرا بعودة سوريا. يعني المؤتمر الأخير اللي تم للإليسكو اللي هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كان هناك ترحيب واسع بعودة سوريا، ويعتبرون أنها قمة في التعليم، لأنه الكوادر اللي ذهبت أثناء الحرب كوادر مبشرة، ظهر آثارها في الوطن العربي وظهر آثارها خارج الوطن العربي. نحن اليوم هذه الآثار يجب أن يكون لها وقع اقتصادي على سوريا. صحيح. مزبوط لما لا؟ فنحن متفائلين خيرا بأنه واقع التعليم وواقع التربية إلى اتجاهات إيجابية، وبدأنا العمل فيها، بدأنا العمل فيها. يعني طيب الآن يعني في عندنا مناطق بسوريا حتى الآن بالرغم من يعني هذه النظرة التفاؤلية معالي الوزير، لكن حتى الآن في مناطق لها وضع خاص. يعني دير الزور واحدة من هذه الأماكن. خلينا قبل ما ندخل بهذا الموضوع نتابع مع بعض استطلاع زميلنا مصعب أبو العيش من دير الزور ولا نعود. من ضمن التعليمات الوزارية الناظمة للامتحانات العامة، أتمت مديرية التربية كافة الاستعدادات والتجهيزات وتأمين كافة احتياجات المراكز في محافظة دير الزور في دورة عام 2023 التعليم الأساسي والثانوية العامة والمهنية. عدد المراكز في محافظة دير الزور بالمدينة والريف بلغ أكثر من 204 مركز، عدد طلاب أكثر من 23,000 طالب وطالبة. تجهيزات الامتحانات والمراكز كلها يعني بشكل كامل. أيضا في محافظة دير الزور لدينا 4 مراكز استضافة لاستقبال أبنائنا الطلاب. في الصباح الباكر توجه جموع الطلاب إلى ثانوية الفرات لاستلام هذه البطاقات بعد التجهيزات التي قامت بها مديرية التربية. راعينا في تسليم البطاقات عدم التزاحم ووجود أريحية في التعامل مع الطلاب والطالبات، وفقا للتعليمات التي صدرت عن مديرية التربية بأن الطالب هو من يستلم البطاقة أو من ينوب عنه قانونيا. أنا وليت طالبة هبة جاي إنسان أخذ بطاقتها، والحمد لله يعني الأمور سهلة والله يعطيهم العافية، يعني تعبانين معانا وما عنده أي إشكاليات الحمد لله إن شاء الله. والله إن شاء الله نقول زينة، يعني كان من أول السنة بلشت طبعا ودروس والمدرسة وأمورها إن شاء الله. يعني لا الحمد لله، لا الأمور ماشية طبعا، وأساتذة ملتزمين والحمد لله تعبوا معاهم، وإن شاء الله يا ربي نتفائل خير. الأمور تمام، مستلمنا البطاقات وما في أي مشاكل والأمور كلها سهلة. أكيد دائما أمنياتنا لكل الطلاب النجاح والتوفيق، لكن يعني ردا على هذا الاستطلاع مثل ما قلنا في البداية معالي الوزير، يعني هناك محافظات إلى وضع خاص، دير الزور الحسكة من هذه المحافظات، هل في طريقة يعني للتعاطي مع هذه الأوضاع مختلفة عن باقي المحافظات؟ طبعا طبعا نحن عنا بكل مناطق اللي فيها لا تزال مناطق غير خاضعة لسيطرة الدولة استقبال لطلاب. لدينا هذا العام مسجل لدينا 27,000 طالب وينوف، سواء من المناطق الساخنة أو حتى من لبنان.
ونحن عقدنا عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية ومع مدراء التربية وأمننا كل مستلزمات إقامتهم حتى موضوع الأكل والشرب والنوم والتنقل وكل شيء أصبح الآن جاهز. يعني حضرتك تحدثت عن اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان قادرين يدخلوا يقدموا عملية امتحان. طبعا عندي تقريبا فوق 500 جايين من لبنان وبالمناطق الثانية عندنا 27,000 والسنة أنا متوقع أعداد كبيرة ستأتي من إدلب. يعني إن شاء الله لن يكون هناك أي مانع من الجهات اللي مسيطرة على المعابر بأنه تمنع هؤلاء الطلاب. نحن مستعدين لاستقبال كل الطلاب الذين يريدون التقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي والثانوي. وامبارحة كان بضمن اجتماعنا تركيز على منطقة إدلب وحما بأن يجهزوا مراكز إضافية في حال اجت اعداد اكبر من الاعداد المتوقعه نحن جاهزون لاستقبالهم واستضافتهم وتامين كل مستلزماتهم. وهذا واجب الدوله وهذا شيء ربما يعني المنع لا يعني المقصود فيه انه لا يكون من الطرف يعني الدوله السوريه ممكن يكون من الجهه الاخرى. نحن بحياتنا ما منعنا اكيد نحن بحياتنا ما منعنا هو كان بالسابق اللي مقيمين على المعابر المنظمات اللي هي تتحكم في هذه المناطق أغلبهم كان في قسم كبير منها منظمات إرهابية وقسم ناس يعني خارجين عن السلطة أحيانا احتلال تركي أو احتلال أمريكي أو إلى آخره يعني تحت سلطات أخرى تمنع هؤلاء الطلاب من القدوم. هلأ بباقي المناطق ما عندنا أي مشكلة. كانت المشكلة الوحيدة بإدلب. أنا أتوقع اليوم يعني في انفراجات سيكون هناك قدوم لهؤلاء الطلاب ونحن وجهنا المنظمات الدولية والدولة بكل اتجاهات الأمنية وغير الأمنية وجهت بأن تكون المعابر مفتوحة وأن يتم استقبال هؤلاء الطلاب وتأمين كل احتياجاتهم من أجل أن يقوموا بعملية الامتحان. طيب يعني في حالة من المتابعة خلينا نقول اللحظية أو الدقيقة يعني حتى الطلاب اللي ما قدروا حاليا أو ضمن هذه الساعات المتاحة للامتحان أنهم يتواجدوا بسبب صعوبة العبور قادرين انه نوجد لهم يعني اوقات اخرى واماكن اخرى لتقديمها؟ اوقات لا طبعا هذه شهادة اما اماكن متوفرة دائما امتى ما حبوا يجوا نحن موفرين لهم كل الاماكن. مدراء التربية معهم كل الصلاحيات وجهزت مدارس سواء كان بخان شيخون او بحما او بالريف المحرر من ادلب جهزت مراكز كاملة لاستقبال هؤلاء الطلاب. وطبعا هذا الامر ينطبق على حلب ينطبق على الرقة ينطبق على دير الزور وعلى الحسكة. من كل من سجل على الشهادة الثانوية يمكنه الآن أن يأتي ويتقدم وكل التسهيلات ستكون متاحة له. نعم. في شيء خاص الآن في موضوع يعني حنرجع له وحكينا عنه في بداية حلقتنا موضوع الزلزال. حكينا عن الصفوف الانتقالية معالي الوزير لكن الآن بدنا نحكي عن تأثير الزلزال في المناطق المنكوبة على الشهادات يعني على طلاب صف التاسع والبكالوريا. في طلاب يعني ما قدروا يلتحقوا للأسف بمدارس انتقلوا لا يمكن عايش في أماكن أبعد فبالتالي كيف قادرين يرجعوا يقدموا هذه الامتحانات كيف قادرين نرجع هلأ نحن وزعنا الطلاب وفق الإمكانيات المتاحة وبالتأكيد الطالب وين ما كان بإمكانه أنه يجهز أموره من الآن لمركزه الامتحاني. هي فترة إجباري بدها تتم طول عمرها يعني بعض الناس بده يتنقل من مكان لمكان لتقديم الامتحانات. يلي عنده مشكلة كبيرة جدا ممكن يراجع مديرية التربية ليأمنوا له مثلا إقامة أو إلى آخره. لكن أنا بعتقد أنه هذا الأمر أصبح صعب جدا. أنت عندك عم تحكي على 200-300 ألف طالب هذا شهادة ثانوية على الحل غير التعليم الأساسي. فهلأ إذا فتحنا أي باب بده يكون في عبء على المديريات وعبء على الأهالي. لازم كل واحد هلأ يأمن كيف بده يوصل لمركزه الامتحاني ويكون جاهز لأن يكون في الوقت المناسب في القاعة الامتحانية. لأنه مثل ما بتعرفي نحن لا يجوز لنا التدخل في توزيع المدارس. نحن بندخل الأسماء كليات أو المدارس كليات على قاعة بيانات وهذا الأمر متبع من سنوات عديدة حتى لا يكون هناك أي تركيز أنه فلان بدي حطه به المركز وفلان حطه به المركز. قاعة البيانات وبشكل عشوائي بتوزع الطلاب على المدارس ويتم توزيعهم حتى ضمن القاعة الصفية. لكن يعني يؤخذ بعين الاعتبار مكان سكنه أو مكان المدرسة. طبعا طبعا طبعا
لكن بالحد المقبول يعني، ما بالتأكيد ما راح يحطوا واحد من الشام يحطوه بالحسكة، لكن طبعا ضمن دمشق ممكن واحد بالمزة يحطوه مثلا ببرزة، أو واحد ببرزة يحطوه بدمار، هذا ممكن حتى لا يكون هناك يعني تقارب ما بين معلمينه وما بين الطلاب اللي عم يدرسون، يصير في أي خلل بالعملية الامتحانية. نعم. حضرتك تحدثت عن يعني أنه ممكن لو كان الظرف يعني مشجع أكثر من هيك أو ميسر أكثر من هيك، أنه ممكن الطلاب اللي ما قدروا يعني أو انتقلوا لأماكن أخرى أثناء الزلزال أنه يساعدهم مدير التربية بحل معين. هل يمتلك مدراء التربية يعني قرارات قادرين أنه هن مثلا بدون العودة إلى الوزارة أنهم يتخذوها مباشرة؟ طبعا ما عدا التدخل بمواقع الطلاب مواقع المدرسين، هذه لا يحق لهم التدخل إطلاقا، وبعض القرارات طبعا، أما بده يأمن له منامة، بده يأمن له وسيلة تقل، هذا صلاحياته تماما. أما موضوع وغالبا هلا نحن شو عم نعمل، أحكيكي بكل صراحة، اليوم عم تتم عملية ضخمة جدا يقوم فيها مدراء التربية. أول شيء أول عمل هو المجتمع المحلي، عم تكون اجتماعات كبيرة جدا مع المجتمعات المحلية، وهناك خدمات كبيرة تقدم من المجتمع المحلي ترفع لها القبعة في كثير من المناطق، بريف دمشق، بطرطوس، بدير الزور، المجتمع المحلي يساهم، أبناؤه عندما يرون أن هناك حاجة لوسيلة نقل معينة من منطقة لمنطقة يقوم المجتمع المحلي بتأمينها، وهذا شيء إيجابي أن تساهم كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إنجاح العملية الامتحانية. هلأ أي خلل، أنا عندما أقول أنه يسمح لمدير التربية وضع طالب في غير محله، يعني أنا عم ساهم بإحداث غش امتحاني. صحيح. الطالب عندما يتبدل مكانه، بكرة بيجي واحد بيقول حطوا لي ابني بالمحل فلاني وزبطوا لي المركز وزبطوا لي رئيس القاعة، نحن هذا الأمر ناهينه إطلاقا. ولا أقول لك أكثر من هيك، في كل بداية امتحان نقوم بخلط الأوراق، يعني بيكون فلان مركزينه رئيس قاعة هون ومزبطين الأمور معهم ندرة، واليوم وسائل التواصل الاجتماعي مباحة، أنا بيصلني يوميا أكثر من 100 رسالة على الواتساب وبأسماء ومين أسماء المراكز شو التوقعات، فمباشرة أنا بحطها على جنب، بستنى ليوم الامتحان ببعث خبر لمدير التربية بدل لي فلان وفلان وفلان من هذه المراكز، حتى يعني لو كان الأمر خطأ نحن تجنبا لي أن يكون هناك أي لبس منبدل، ما عندنا أي مشكلة. طبعا. المشكلة أن نؤمن لكل الطلاب إمكانية الدخول للامتحان وتقديم امتحاناتهم بهدوء. نعم. لأنه اللي بيغشوا عادة ما بيتجاوزوا واحد بالألف. نعم. هن اللي بيخربوا كل العملية. بينما 99% وأكثر فاصلة 9 هن الناس جايين يقدموا امتحاناتهم ويشوفوا نتائجهم ومقتنعين بأنه هذه النتائج ستكون جيدة لأنهم حاضرين للامتحان. هذا الواحد بالألف هو اللي بيخرب لنا العملية كلها، هو اللي بيعذبنا طول الامتحان، فنحن بناخذ احتياطات حتى لا يحدث هذا الخلل. طيب معالي الوزير، يعني حضرتك تحدثت عن سير العملية الامتحانية في المراكز وفي القاعات وفي كيف قادرين احنا نتدخل حتى قبل بساعات معينة، لكن احيانا ولو كانت حالات استثنائية وقليلة ممكن يكون في أخطاء ضمن الورقة الامتحانية، يعني وحدثت في سنوات ماضية ومثل مثلا مادة الرياضيات أو غيرها، شو بيتم يعني كيف ممكن تتم معالجة هيك أمور، وليش ننتظر حتى يكون في خطأ؟ يعني أكيد هناك من يراجع هذه الأسئلة مرات ومرات قبل يعني الاعتماد عليها. هلأ خطأ ما بيصير خطأ بمعنى الخطأ، ممكن يجي مصطلح مثلا مو معمم او مصطلح مو معروف او، بس هذا هلا صار نادر جدا. ليش؟ لانه نحن عم نعمل 3 فلاتر، وبالنهايه عندما توضع النسخه النهائيه يكون هناك مدرسين ممن قاموا على العمليه التعليميه، يكون هناك موجه، ويكون هناك خبير من مؤسسه بحثيه اما من الطاقه الذريه او من مديريه البحوث او من الاولمبياد، من كل الجهات المختصة أو من الجامعات. نعم. منجيب خبير مننزله معهم. هلأ هناك غرفة عمليات موجودة في كل مديرية، وهناك غرفة عمليات مركزية تعمل على مدى 24 ساعة. جميل. عندما يظهر هناك أي خلل يتم مباشرة التواصل مع غرف العمليات ومعالجة هذا الخلل وعودته مباشرة إلى القاعة الصفية، يعني لدينا القدرة أن نصلح كل شيء في لحظته، لكن الحمد لله السنة الماضية كانت جيدة جدا، لم تحدث أي اختلافات، وإن شاء الله هذا العام أيضا ستكون
يعني نسبة الخطأ تصل إلى صفر إن شاء الله. لكن إذا تم اكتشاف الخطأ بعد انتهاء يعني أنه نحن طبعا له معالجة، طبعا نحن لدينا مباشرة عندما تنتهي العملية الامتحانية لجنة السلالم. لجنة السلالم تأخذ عينة من الأوراق، تقوم بتصليحها، وضع النسبة، وبناء عليه يتم توزيع العلامات وتقديرها. إذا كان سؤال عليه إشكالية يمكن حذفه أو يمكن تخفيف علاماته. هناك يعني أريحية كبيرة في تأمين للطالب كل مستلزمات يعني إعطائه حقه الكامل. صحيح. دون أي منغص. جميل كثير الحقيقة. يعني وبالمناسبة يعني لجان السلالم وضعت وكلهم بيعرفوا حالهم، وبدهم يجوا من المحافظات بعد الامتحان مباشرة، بيجتمعوا بيقعدوا يومين بالشام، بيحطوا السلالم كاملة. حتى لأقول لك شغلة الإبداعية هي لازم يعرفوها طلابنا. إذا أتانا غير موجود في الكتب، تجتمع هذه اللجنة وتدرس الحل الإبداعي وترى إذا كان هذا الحل الإبداعي فعلا يحقق الغرض، تضيفه إلى سلم التصحيح وتعممه على كل المراكز التصحيح. يعني يؤخذ فيه حتى إذا كانوا مبلشين تصحيح، بيعيدوا تصحيح الأوراق. إذا واحد طالب مجاوب على هالحالة الإبداعية بيعطوا علامته. جميل كتير جميل. هذا نتبعه منذ سنوات، يعني السنة الماضية والسنة اللي قبلها، وعطى نتائج رهيبة في طلاب عندهم أفكار أكبر مما هو موجود في الكتب. حقيقة هذا الكلام صحيح، لكن دائما هناك خلينا نقول تقنية أو تكنيك معين للعملية الامتحانية. يعني ممكن الطالب يكون دارس كتير معالي الوزير وغيره، لكن بطئه بالإجابة أحيانا على الأسئلة بخلي الوقت يمضى سريعا، هو لسه أحيانا تلبكه. ليه نحن ما بنعمل مثل الدورات خلينا نقول لحتى نعلم الطالب كيف يتعامل مع الأسئلة ضمن المدد الزمنية المتاحة؟ هلا بدأنا هذا العام بالتعاون مع المنظمات الدولية بثلاث أنواع من الدورات. أول دورة قمنا فيها دورة القلق الامتحاني. جميل. من ضمن القلق الامتحاني هو اللي عم تحكي، أحيانا الطالب بيضيع وقت كتير هو قلق لساته ولا عارفان شو بده يكتب. فنحن كمان ضمن هذه الدورة وجهناه كيف ممكن يفوت مستقر، كيف ممكن يتجاوز هذه المحنة، كيف ممكن يبلش يجاوب على الأسئلة، ينهي الأسئلة كلها ولا يعود يرجع لها إلا بعد ما ينهي الورقة الامتحانية. ليش؟ لأنه أحيانا بيمروا على سؤال ما بيعرفه بيتلبك ما بيعود بيكمل بقى. لا نحن علمناه انه يتجاوز. ترك هذا السؤال، تابع اسئلتك، انهي ورقه الاجابه، ومن ثم ارجع للاسئله اللي عليها اشكاليه وابدا بالتفكير فيها بشكل اخر بعد ما تكون انت ريلاكس وارتحت وعرفت انه جاوبت على معظم الاسئله، وبالتالي هذه الاسئله الاشكاليه لن تشكل لك اي عائق. طيب احيانا في طلاب وهن كتار ممكن مثل ما تفضلت حضرتك بيتجاوزوا هذا السؤال، بيرجعوا بيتذكروا فبيعملوا هالاسهم للمراقب وبصير عنده مشكلة بتصحيح الورقة. لأي مرحلة ممكن يكون المصحح يعني عنده هذا الصبر على ورقة الطالب؟ يعني لا تتخيلي أنه من يقوم بالتصحيح لا يتوقع أن كل ورقة من هذه الأوراق هي ورقة ابنه. هذا الشيء المتمن يعني نتمنى. والأمر الآخر، نحن لدينا في اللجان ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التصحيح، يقوم المدرس بتصحيح الورقة، ثم التدقيق، وبالنهاية الاعتماد. عندما تأتي الورقة المعتمدة تؤخذ النتائج النهائية وترسل إلى قاعدة البيانات وتدخل في الحاسوب. هلأ نفتح المجال بعد الامتحان لمدة 5 أيام للاعتراض على العلامات. عندما تأتينا اعتراض العلامات بالفصل الأول يمكن العودة إلى تصحيح المجموع العام، لا نصحح الورقة. لا تماما. وغالبا أثناء جمع العلامات نرى أنه الطالب فعلا أجاب على كل الأسئلة، يعني وصححت كل الأسئلة. عندما نرى أنه طالب في سؤال ما لم صحح له المراقب نبعثه للموجه ونقوم بتصحيحه حتى لو كان جمع علامات. بالفصل الثاني نسمح بتصحيح ورقة واحدة. اللي عم يصير هو أنه نسبة الأخطاء قليلة جدا. يعني نحن بيجينا اعتراضات فرضا 30,000 طالب، من بيناتهم 1,000 ولا 2,000 طالب اللي بيطلع عندهم فعلا يستحقون، هو بيكون متأكد تماما من إجاباته وبالتالي هو حاسب علامته. ما في طالب متأكد 100%، لو كان متأكد 100% ما كان في داعي يقدم فحص. الطالب دائما لا يستطيع التقييم. الطالب دائما لا. هلأ أنت خدي عملي محاضرة، هلأ الحلقة اللي أنت قلتيها سألي بنتك شو حكيتي أنت، بتقلي 50% من اللي أنت حكيتي. صحيح صح ولا مو صح؟ فكيف الأمر في موضوع الامتحانات؟
ما يقيمه الطالب هو ما في ذهنه وليس ما هو الموجود على الورقة. أنا السنة الماضية جاءني طالب ولي أمره أستاذ جامعي وقال لي أنا شو كاتب بياخذ 100 علامة 100 من 100. أنا استغربت طلبت ورقته وشفت ورقته ما أنا مجاوب على 50%. قال له لأبوه اللي بمخه ما قال له شو اللي كتب على الورقة. يعني الطالب أحيانا بيتلبك أثناء الامتحان ويتوقع أنه أجاب على هذه الأسئلة مثل ما هو موجود بمخه، بينما على الورقة مختلف الأمر. هناك عدة حالات السنة الماضية معالي الوزير راجعتك لمكتبك وحضرتك تدخلت بشكل شخصي سواء كان لموضوع إعادة يعني تصحيح الورق وغيره، لأي مدى هاي يعني هاي العلاقة المباشرة مع المواطنين هي مريحة بالنسبة للطلاب؟ طبعا هذا حق للطالب، هذا حق للطالب، وأنا بعتبر كل طالب ابني، ما بيجوز يروح له ولا علامة ولا علامة، ومدراء التربية متفهمين والمدرسين متفهمين، وأنت بدك تنطلقي من انطلاقة ليس هناك في وزارة التربية واحد ضد الطلاب. صحيح. بالعكس هدول أبنائهم يعني بقدر ما اهتموا فيهم طول العام بدهم يهتموا فيهم في موضوع إجاباتهم وأسئلتهم إلى آخره. وقت تنوضع الأسئلة يعني مثل ما تفضلت حضرتك بيكون في سبر لكل مستويات الطلاب من الوسط إلى المتفوق إلى اللي عنده الحالة الإبداعية، بيكون في أيضا يؤخذ بعين الاعتبار أنه مثلا هذا السؤال ممكن يتم الإجابة عليه من 3 دقائق ل5 دقائق طبعًا. أو ل10، فبالتالي قادرين نحسب الوقت طبعًا. في سنة من السنوات معالي الوزير إجت أنه الرياضيات كل اشتكى منها مادة الرياضيات فيها طويلة يعني ما كفى الوقت ليحلوا كل الأسئلة، فبالتالي ألا يوجد هناك دراسة للتوقيت؟ هلا نحن عندما نضع الأسئلة يتم إجراء دراسة لها وتقييم، يقوم المدرس بحلها وحساب الوقت، ثم نقوم بإعطاء مدة أطول مو أطول أكثر من الضعف وفق ما يراه المدرس. المدرس بيعرف قدرات الطلاب وبيقول لك أنا إذا بحلها مثلا بساعة الطالب بده 2.5 ساعة وبالتالي مرد من اختصير بشكل إذا حل الأستاذ 3/4 ساعة الطالب بده 1.5 أو 2 ساعة حسب المدة الامتحانية. هلأ مثلا بالجغرافيا نحن نزلنا بما أنه مؤتمتي بعد ما قمنا بدراسة 60 سؤال وقديش بدون وحلينا النماذج وجدنا أنه الوقت طويل جدا وقد يؤدي إلى شغاب أو اختصرنا الوقت إلى 1.5 ساعة وبالتالي كل شيء مدروس. طبعا بالتأكيد أحيانا بيصير شوي تقصير بيصير شوي زيادة، نحن بالمستقبل يجب أن نغير طريقة الامتحان كلها. ليش؟ لأنه اليوم بالنظام التعليمي الجديد الوقت لا يعني شيء، ومعناته اللي بيتأخر بالكتابة هو كسول أو غير قادر، هي إمكانيات. صحيح. يجوز يكون هو الأذكى. نعم. يجوز يكون هو الأفضل لكن في بطء عنده في قدرة التعبير التقنية الامتحان تماما. نعم. فنحن نأمل في المستقبل حتى أنه نطور امتحاناتنا بشكل أن تكون امتحانات شبه مفتوحة، يعني الطالب يقعد ويفكر ويسأل ويدخل الانترنت ويدخل كل شيء، لكن هذا كله بده تغيير أول شيء عقلية. صح. الأهل وتغيير عقليتنا نحن كمسؤولين. لحد الآن بتقول له هلا إذا بدي اطرحها بالحكومة خلي الأولاد يدخلوا كتبهم ويدخلوا، ثاني يوم بشيلوني. يعني بدك تفكري دائما بطريقة تتناسب مع المجتمع تدريجيا. ما هي؟ نعم. نحن مع حضرتك كنا باستطلاع من محافظات يعني سواء كانت طرطوس أو دير الزور، هلا رح ننتقل أيضا للواقع في محافظة حما وإدلب حول هذا الموضوع آلية سير العملية الامتحانية مع الزميل حبيب كروم قلنا. الشيء الوحيد اللي بيطلب الطالب هو انه الجو المناسب للامتحان ولا جو الرأي فقط لا غير. انا كده 5 دقائق بس بشتري الطلب وخذ البطاقة. انا جاي صحح بعض الاخطاء اللي ورد بالبطاقات. ايه والتعامل جيد جدا وسلس يعطين الف عافية. دائما يعني شوي الطالب يكون متوتر بده يكون بالرفق باللين يطول نفسه شوي على الطالب، يعني في يعتبروا ابنه كلهم ما بيقصوا طبعا كله عنده الاولاد والله يوفق الجميع. المراقب بده يعطي الاريحيه للطالب، ما يكونوا قاسي عليه ما يكونوا، بده يعطي الاريحيه. تم الانتهاء في محافظه حما من الاعداد للامتحانات دوره 2023
تم تجهيز المراكز منذ فترة، منذ أكثر من شهر تجهيز المراكز الامتحانية بمستلزماتها كاملة، وتم تأمين أوراق الإجابة للطلاب وتغليفها وتصنيفها وختمها بخاتم دورة الامتحانات، وهي جاهزة للتسليم للمراكز الامتحانية وتجهيز مركز الطباعة من أجل طباعة أسئلة الامتحانات العامة في المحافظة. نقوم حاليا بإعداد التدريبات العملية لطلاب التعليم المهني خلال اعتبارا من يوم غد ب 24 الشهر. تم توزيع البطاقات للطلاب النظاميين والأحرار، الطلاب النظاميين من خلال مدارسهم، والطلاب الأحرار تم توزيعهم على عدة مدارس حسب الاختصاص وحسب الجنس ذكور وإناث حتى ما تكون في عنا ازدحام في عدد الطلاب، وطلبنا من إدارات المدارس مراجعتنا بالأخطاء الواردة في بطاقات الاكتتاب. تم توزيع التكاليف للمراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر ودعوات للتصحيح وتجهيز مراكز التصحيح من أجل إجراء أعمال التصحيح بعد انتهاء من الامتحانات مباشرة. عدد المراكز في المحافظة 522 مركز بشكل كامل أساسي وثانوي، وهناك مركز صحي لجرح الحرب ولذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا للذين تطلب حالتهم الصحية التقدم في لهذا المركز سواء كان في شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم الثانوي. الحمد لله أنه كل شيء كويس معنا، بس أنه الأسئلة إن شاء الله تكون سهلة وهيك يعني، لأنه المنهج كتير أنه صعب، بس الحمد لله يعني قادرين أنه نتجاوز هاي المرحلة الصعبة. أنا بتمنى أنه تكون الأسئلة سهلة، أنه المراقبين بيكونوا سهلين معنا، أنه بيتعاملوا معنا بشوي يعني، أنه بيساعدونا لنتخطى هاي المرحلة. لازم تكون شوي الأمور محسنة بس كأسئلة كمفاضلة. طبعاً مدير تربية إدلب بدأ الاستعدادات للامتحانات الثانوي والتعليم الأساسي العام لدورة 23، وأنهت كافة التحضيرات التي نستطيع أن نقول أنها الورقية، أمناء سر ورؤساء مراكز مندوبين تربية، بالإضافة إلى تجهيز ما يلزم لمستلزمات المراكز الامتحانية. عملية الامتحانية في مدير تربية إدلب تنطلق من على محورين: طلاب النظاميين التعليم الأساسي والثانوي العامي، النظاميين أيضا ستكون في مدينة خان شيخون مراكزهم، أما الأحرار التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ستكون في مدينة حمام. طبعا وضعنا خطة لنقل طلاب التعليم الأساسي من مدارسهم في الريف المحرر إلى مدينة خان شيخون ذهابا وإيابا كما كانت السنة الماضية، أما طلاب النظاميين للثانوي العامي ستكون إقامتهم في نفس المدينة. أما بالنسبة للأحرار طبعا هم متواجدون في مدينة حمام، ولا يوجد نقل لطلاب الأحرار المتواجدين في مدينة حمام. تعليقك معالي الوزير عن هذا التقرير. هلا بالتأكيد يعني مسؤولية كبيرة بحماه وإدلب، وخصوصا أنه ننتظر مثل ما قلت أعداد كبيرة، لكن أنا يعني واثق جدا بأنه لديهم الخبرة الكافية على مدى أعوام تحملت حماه عدد كبير من الطلاب من إدلب والرقة، والأمور فيها جيدة، وبتعرف اتساع محافظة حماه. نعم. وهناك تنسيق دائم وكبير جدا بين مديرية التربية في إدلب و مديرية التربية في حماة. نعم. فإن شاء الله بتكون الأمور كلها جيدة إن شاء الله. ستكون أسئلة مركزية كما المعتاد في التعليم الأساسي في كل المحافظات. طبعا. نعم. طيب الآن يعني معالي الوزير، يعني هناك دائما يعني مع التحضير للامتحانات الشهادات وغيره، بس لنخلص امتحانات أو حتى من قبل انتهاء الدوام المدرسي بتم تسجيل الطلاب للسنوات اللي بعدها. أحيانا بيجوا الأهالي يعني في هذه اللحظات بيقولوا لك نحن سكرنا، ما عاد في عنا قدرة للاستيعاب، بدنا استثناء من الوزير لنسجل طالب وغيره. إلى متى ممكن نشوف مثل هذه الإشكالات أو التجاوزات، لا سيما إذا كانت مدرسة مرغوبة حقيقة بالنسبة للأهالي؟ هلا نحن قلنا السنة الماضية إذا بتتذكري بالمدارس الحكومية لا يوجد أي مشكلة، واللي عنده أي مشكلة يراجعنا مباشرة بالمدرسة اللي بدها بيسجلها، ونحن سننبه بداية العام أي طالب يراجع أي مدرسة له الحق في التسجيل فيها. طبعا نراعي نحن أن يكون الطلاب أولا من مناطق القريبة، ثم يعني إذا توفر أماكن نأخذ منها أماكن أخرى، لكن تسجيل يجب أن يسجلوا جميع الطلاب. بعد ما نبصر في شغلتنا نحن عندما نرى أن الأعداد كبيرة يمكن أن نقوم بنقل الطلاب من مدرسة إلى مدرسة بعد استشارتهم هن وأهليهم. يعني كثير أحيانا تجينا مدارس مثلا بالميدان بيكون مثلا سجلوا قسم كبير من الميدان، لكن في ناس كثير مثلا من محافظات تانية ساكنين بمناطق قريبة بيقول لك أقرب لي بيجي على الميدان ومدارسة أحسن بسجل فيها، بصير عندي أزمة. فنحن بنقسمهم إلى قسم، بننقله لمدرسة قريبة ومنأمن له مستلزماته، وبيكون بالاتفاق مع الأهل. نعم.
هذا اللي عم يصير حاليا. هلا بالمدارس الخاصه هون عندي المشكله، عم تجيني كثير انه في بعض المدارس بدنا اياها. انا ضمن امكانياتي بنحاول انه نحكي مع مدراء المدارس ونحاول انه نامن هؤلاء الطلاب، لكن في كثير من الاحيان بيكون المدارس واللي بنعتذر منهم، يعني هي مدرسه خاصه ما فينا. نحن بمدارسنا الحكوميه لدينا 14,000 مدرسه كلها مباحه لكل الطلاب، ولا يجوز اطلاقا ان يستثنى طالب منها. اما المدارس الخاصه وفق الامكانيه بنقوم بنقل الطلاب. جميل، طالما تحدثنا عن المدارس الخاصه، ورد يعني اسئله منذ اعلاننا عن الحلقه معالي الوزير، كان في يعني معظم الاسئله اجت حول موضوع المدارس الخاصه. الا يوجد هناك رقابه على موضوع الاقساط لهذه المدارس؟ للاسف عم يكون احيانا بعض المدارس تطلب مبالغ يعني اصبحت غير منطقيه مقارنة بالخدمات اللي ممكن تكون عم تقدمها، والشيء اللي يرفع لوزارة التربية عكس ما يطلب في هذه المدارس، فبالتالي إلى أي مدى تتدخل الوزارة بهذا الموضوع؟ هلا نحن التعليمات واضحة، وضعنا تصنيف ووضعنا حد أدنى وحد أعلى، وسنعيد إعلانه هذا العام، إضافة إلى أنه نحن وضعنا حد أيضا للخدمات، وتبقى أمور النقل متاحة وفق الظروف العامة، لأنه هذا مو ضروري. هذا النقل إما أن يقبل الطالب أنه تنقله المدرسة أو هو يقوم بعملية النقل. وعم تشوفي الأسعار اليوم، أحيانا الباصات عم تطلب أسعار كبيرة، أحيانا ما عم تتأمن، أحيانا المازوت عم يغلال، فهي تركناها للمدارس. أما ما عدا ذلك كله موضوع ضمن قائمة التصنيف، لكن للأسف ما حدا بيشتكوا، بيكتبوا كتابة واحد أو اثنين، ما حدا بيشتكي، ما حدا بيقدم لنا بشكوى. لدينا ضابط عدلية، عندما تأتينا أي شكوى نقوم بمراجعة المدرسة ومعاقبتها، وكثير مدارس عم تتعاقب بمبالغ هائلة جدا. لكن مثل ما عم قلك يعني الأهالي هنن بدهم أنه السعر يرتفع مشان ما يدخل غير أبنائهم، لأنه هي عملية ترفيهية، أغلبها عملية ترفيهية. المدارس الحكومية تقدم نفس الخدمات، والمتفوقين من المدارس الحكومية وما يقدم بالمدارس الحكومية رائع جدا، وجهود كبيرة جدا سواء بالمتفوقين أو المدارس العادية. وإذا بتلاحظي أنت نتائج الامتحانات، نعم، دائما المدارس الحكومية متفوقة على المدارس الخاصة، لكن في بعض الناس له رغبة بده ابنه بالمسبح وبده ياكل سندويشة همبرجر وبده يلبس لباس معين وبده يتصور على الفيسبوك، فعم هن اللي عم يرفعوا هذه الأسعار. نحن ما يصلنا نوجه مباشرة بالتدخل فيه، لكن أنا ما فيني أترك مدارسي وروح أعمل رقيب على المدارس الخاصة في المدرسة، بيصير في ابتزاز لهذه المدارس. يعني أنا إذا بدي صلت أساتذتي وموجهيني على المدارس الخاصة بتسكر ثاني يوم، عرفتي علي شو بقصد؟ أما عندما تأتيني شكوى فأنا ملزم بمعالجتها. جميل، طيب الآن يعني وبنهاية حلقتنا وحوارنا قبل النهاية بدي أقول لك شربة لازم تعرفين. تفضل. إحنا لأول مرة هذا العام نقوم بامتحان خارج سوريا. جميل جدا. واليوم ذهب وفد من وزارة التربية إلى سفارتنا في دبي للاطلاع على المركز الامتحاني الذي ستشرف عليه سفارة الجمهورية العربية السورية في الإمارات العربية المتحدة. جميل. ولدينا 255 طالب من المدارس الافتراضية سيقوم بالتقدم للشهادة الإعدادية والثانوية بشكل حضوري وليس افتراضي، وسيأخذ شهادة حضورية، يعني نفس الطالب والسؤال اللي بينسأل بحلب وحما واللاذقية سيسأل في دبي، وهي تحت إشراف أساتذتنا من دمشق. سيذهب وفد حكومي من وزارة التربية يكون بالتعاون مع سفارتنا في دبي مشرف على الامتحانات. بدي اتشكر انا هون وزارة الخارجية اللي سهلت هذا الامر، وان شاء الله في السنوات القادمة اذا نجحت هذه التجربة سيكون هناك مراكز امتحانية لابنائنا السوريين في كل الاماكن المتاحة سواء في الوطن العربي او خارج الوطن العربي. ممكن اول شيء يتبادر لذهن المشاهد انه يعني هذا الطالب الموجود حاليا في الامارات او في دبي كيف قدر يدرس المنهاج السوري ويتقدم له؟ فتحنا اليوم أكثر من 20 مدرسة افتراضية وهي تدرس تماما المنهاج السوري كما يدرس في مدارسنا. جميل جدا. ونتائجهم رائعة جدا، وحتى قمنا بعملية سبر ونجحت هذه العملية في دبي مو افتراضيا، بعتنا كمان وفد لدبي وقام بعملية سبر هؤلاء الطلاب وكانوا قادرين على الدخول للامتحان، وهن الطلاب هدول اللي رح يقدموا امتحاناتهم. طبعا في طلاب من المدارس الافتراضية سيأتي إلى سوريا ويقدم في مراكزنا في سوريا. نعم.
تماما. لكن من لم يتمكن نحن فتحنا له مركز في دبي، وهي تجربة جميلة جدا، نأمل أن تكون في المستقبل ممكنة لكل أبنائنا الطلاب السوريين موجودين خارج سوريا من أن يدرسوا المنهاج الوطني السوري ويأخذوا الشهادة السورية المعتمدة في كل دول العالم. جميل جدا. وتتاح لهم فرصة التعلم التي حرموا منها خلال سنوات. يعطيكم ألف عافية على هاي الجهود الكبيرة معالي الوزير، وبدي أتشكرك على هذا السر اللي خبرتنا يا بحلقتنا. يمكن الجامعة الافتراضية السورية كان لها أيضا يعني هذا الحضور في معظم دول العالم، يعني الطلاب اللي قدروا يدرسوا في هذه الجامعة لهم مراكزهم، وقدرنا نطبق هاي التجربة على مدارسنا. الشيء اللي بدنا نطمن فيه الأهالي بنهاية حلقتنا، النصائح اللي بتتوجه فيها معاليك للطلاب في هذه الأيام القليلة اللي بتفصلنا على الامتحانات، شو فينا نقول لهم؟ ثلاث شغلات هامة جدا. أول شيء أن يركزوا على الامتحان، وأن يعتبروا أن هذا الامتحان هو اختبار لهم وليس اختبار عليهم، هم يريدون أن يعرفوا ماذا حققوا خلال العام. الأمر الآخر أن يستبعدوا القلق نهائيا، ويعتبروا أن العملية هي عملية استمساج لما يعرفونه، وبالتالي لا داعي للقلق. أنت فايت تعبت طول السنة، من خلال هذا التعب تريد أن تعطي نتيجة جميلة، وبالتالي فوت مرتاح وفطار وعود هيك بهدوء، وانظر إلى الجميع على أنهم أصدقاء لك، رئيس القاعة ومشرفي القاعة وكلهم مهمتهم أن يؤمنوا لك بيئة سليمة لتتقدم لامتحاناتك. ثالث شيء، أي شيء تراه غير طبيعي أعلمنا به. نحن 24 ساعة ستعلن أسماء أرقام هواتف غرف العمليات، أي شيء من الأهالي أو من الطلاب يرون أنه غير طبيعي، يعني عملية غش، واحد حاول أنه يعمل شغب في مركز، نعم، شعروا بأنه مدير مركز عم يهرب أسئلة، يعني أي شغلة شخصية ممكن تعيق الامتحانات يبلغونا عنا بالاسم، ما بدنا شيء عام. كثير في ناس بتحب تعمل شغب، بتقول الامتحانات فيها غش كبير. هذا الكلام شو بفيدني؟ اللي فلان الفلاني بالمركز فلاني عمل هيك، مباشرة سنقوم بمعالجة الموضوع، أو اللي سمعنا بأنه المركز فلاني سيحدث فيه هيك، حتى لو كان توقع نحن سنعالج الموضوع. وبتمنى لكل أبنائنا وكل زملائنا عام امتحاني جيد كما هي العادة في كل السنوات السابقة. شكرا جزيلا لحضورك معنا وتجاوبك الدائم معنا معالي الوزير، بالرغم من انشغالاتك، يعني نحن بنعرف قديش هاي الفترة انتم بتكونوا مضغوطين. يعطيكم ألف عافية لجهودكم الكبيرة، نورتنا معالي وزير التربية الدكتور دارم طبع، أهلا وسهلا فيك. شكرا إليك، شكرا ل يعني الوسائل الإعلامية اللي دائما مواكبتنا في عملنا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، طبعا أتمنى لكل طلابنا الأعزاء التوفيق والنجاح في كل يعني الاستحقاقات التعليمية اللي إن شاء الله حتكون أمامهم، ومستقبل زاهر إن شاء الله. دمتم مدامة سوريا بألف خير، وإلى اللقاء.